بعد بحث طويل عن الكنز في دول الخليج، أخيرا عثرت عليه شخصيات افتح يا سمسم في السعودية. شاهد الشخصيات الأشهر في العالم في أول عرض تعليمي ترفيهي لها في المملكة، وذلك في عيد الفطر من 22 حتى 24 أغسطس في مركز جدة للفعاليات والمنتديات. تباع التذاكر في محلات فيرجن وفناتير أو أي من ملاهي الحكير بالمولات الكبرى. هذا العرض بشراكة باناسونيك ورعاية العيسائي للسيارات وفواكه الشربتلي، الراعي الإعلامي سبيس تون روتانا ميكس اف ام. العرض من إنتاج هيدلاين.